الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الصلوات، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الصلوات 5 بنهر جار وبنهر غمر، والغمر هو الماء الكثير، يغتسل منه المرء في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من درنه، يعني من وسخه شيء؟ فقال الصحابة: لا يبقى من درنه شيء، إذا اغتسل في اليوم 5 مرات لا يبقى من أوساخه ودرنه شيء، فلو اغتسل مرة أو مرتين لا يبقى من درنه، فكيف لو كان يغتسل في اليوم والليلة 5 مرات لا يبقى من وسخه ودرنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا من فضل هذه الصلوات 5 عند الله عز وجل، أنها تكفر السيئات وسبب لمغفرة الذنوب والخطيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 وجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. هذه الحديث فيها بيان فضل هذه الصلوات وأنها كفارة للذنوب والخطيئات. ففي حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أي أنه قبل امرأة فأحس بالذنب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره من أجل أن يرشده، وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يتكلم عن ذنوبه التي عملها ومعاصيه التي اقترفها، بل يستر على نفسه. ولكن ما جاء في السنة من بعض الصحابة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، هذا من باب الاسترشاد ومن باب الفتوى لا من أجل الفضيحة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرشده ماذا يفعل، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال هذا الرجل: ألي هذه، يعني خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، أي أن هذه الآية عامة لجميع أمة محمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة
أن جعل هذه الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من الخطايا والذنوب، ولكن هذا مقيد بما جاء في الأحاديث التي بعد هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وأيضا مقيدة بالصلاة التي يتم فيها المرء ركوعها وسجودها وحضور القلب، كما جاء في حديث عثمان قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة. فإذا مغفرة الذنوب التي جاءت في هذه الحديث مقيدة بقيدين: القيد الأول ما لم تغش الكبائر، والقيد الثاني إذا صلاها محسناً وضوءها وخشوعها وركوعها. فأما إذا لم يصلي الصلاة بحضور قلب وبحسن أداء فإنه قد يفوته هذا الفضل، وهي مغفرة الذنوب فيما بين هذه الصلوات، وكذلك إذا فعل الكبائر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى هذا الحديث ومعنى هذه الآية. هل معناها أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، بمعنى أنه لو فعل كبيرة فإنه لا تكفر عن هذه الصغائر؟ ظاهر الآية وظاهر الحديث هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي الحديث الذي بعده قال: كفارة لما قبلها، يعني الصلاة، كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. فمفهومه أنه إذا أتى كبيرة لا يغفر له، يعني لا يغفر له هذه السيئات الصغائر، يخرج من هذه الفضيلة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا هو القول الأول، أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، فإذا فعل كبيرة خرج من الفضل، لا تكفر عن السيئات، يحاسب على هذه وهذا. والقول الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن هذه الفضائل تكفر السيئات ولكنها لا تكفر الكبائر، أنها تكفر السيئات ولا تكفر الكبائر، لعموم الأحاديث التي جاءت في غير هذا السياق، كما في الحديث الذي مر علينا: من أحسن وضوءه فإن ذنوبه تخرج مع آخر قطرة، تخرج مع آخر قطرة من وجهه من يده إلى آخر الحديث. وقوله سبحانه وقوله كذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فقالوا هذه الآية تدل على أن الصغائر تكفر، وأما الذي لا تكفر هي الكبائر، وهذا هو المعنى الثاني وعليه أكثرها العلم. ويقول الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه بعد أن علق على هذه الأحاديث قال: يعني وأرجو من الله عز وجل أن يكون المعنى الثاني هو الصواب، ولم يجزم، قال: أرجو أن يكون المعنى الثاني هو الصواب عند الله، ورحمة الله عز وجل واسع. والكبيرة هي ما جاء عليها حد أو وعيد أو توعد صاحبه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، هذه هي الكبيرة، ضابط الكبيرة ما كان عليها حد في الدنيا أو عذاب في الدنيا أو الآخرة فهي كبيرة، وما دونها فهي صغيرة. وعلى المرء أن لا يستصغر الصغائر ولا يقنط إذا فعل الكبائر. المسلم يكون بين الجناحين، لا يستصغر الصغيرة فيعملها ولا يقنط إذا فعل الكبيرة، لأنه إذا استصغر الصغيرة تكاثر منها، وإذا تكاثر منها تجمعت عليه حتى أهلكته. وإذا فعل الكبيرة لا يقنط، فإن الله عز وجل واسع المغفرة إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث فيها فضل هذه الصلوات الخمس التي هي أعظم العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.